حياكم الله مشاهدينا من جديد واهلا بكم في القسم الثاني من نشرة هذا المساء. 9 أيام تفصلنا عن انتخابات الكنيسة الإسرائيلية، انتخابات هي الخامسة في عامين. هذه المرة يحتل عناوين الانتخابات إيتمار بن غفير رئيس حزب عصمة يهودية المحسوب على اليمين المتطرف. اليوم قال رئيس المعارضة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو قائلا إنه مستعد لإعطاء بن غفير حقيبة وزارية في حال تشكيل زعيم حزب الليكود الحكومة، في انحراف عن موقف سابق له رفض هذه الفكرة. حكومة يتواجد فيها بن غفير تهدد بتفكيك إسرائيل، هذا ما حذر منه القطب في التحالف الجديد معناها مملختي جدعون سعر. وفي وقت سابق حذر رئيس الوزراء وزعيم حزب يش عتيد يائير لابيد من استعداد الليكود لرفض نتائج الانتخابات في خطوة شبيهة بما أقدم عليه الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في الولايات المتحدة. أخشى من عدم اعتراف نتنياهو بنتائج الانتخابات، هكذا صرح رئيس الحكومة الإسرائيلية يائير لابيد قبيل اقتراب نهاية العد التنازلي لانتخابات الكنيست. مخاوف لابيد تأتي تباعا لأخرى أطلقها رئيس لجنة الانتخابات المركزية في إسرائيل إسحاق عميت، الذي أعرب مؤخرا عن خشيته من سعي الليكود بقيادة نتنياهو التمهيد للطعن بشرعية الانتخابات ونتائجها من خلال محاولاته للحصول على تصريح قانوني لإدخال كاميرات تصوير إلى مراكز الاقتراع، لا سيما تلك المنتشرة في البلدات العربية بدعوى تزييف الانتخابات في البلدات والمدن العربية في إسرائيل. الليكود اعتبر في بيان له أنه نموذج للديمقراطية، يحترم دائما إرادة الناخب، متهما لابيد بفرض حكم ديكتاتوري في حزبه، وأنه حاول إغلاق وسائل الإعلام، وأنه يسعى لإقامة حكومة مع أنصار الإرهاب منصور عباس وأحمد الطيبي والمعارضان للدولة اليهودية. نتنياهو استمر بتوجيه سهام النقد إلى لابيد ومعسكره، واعتبرا إياه السبب في تدهور الأمن الشخصي وزيادة الأسعار في إسرائيل. وفي محاولة لتعزيز وحدة معسكره ومنع استمرار تسرب الأصوات من حزبه الليكود إلى اليمين المتطرف، صرح رئيس المعارضة أنه لا يستبعد أن يكون عضو الكنيست إيتمار بن غفير اليمين المتشدد وزيرا في حكومته المستقبلية. ينفي نتنياهو وحزبه أنه يمكن لمشاهد الكابيتول التي قادها أنصار ترامب الذين لم يعترفوا بنتيجة الانتخابات، لكن أحزاب الوسط يسار لا تخفي قلقها من نغمة سرقة الانتخابات التي بدأ يطلقها أنصار نتنياهو تمهيدا للتشكيك بالنتائج. وحول هذا الموضوع ينضم إلينا سيد ياريف أوبنهايمر الرئيس الأسبق لمنظمة السلام الآن والعضو في حزب ميرتس، بالإضافة إلى السيد ران بار يوشفات وهو محامي ومحلل سياسي وخبير في القانون، وسيد شكيب شنان خبير الشأن الإسرائيلي. سيد شكيب، أبدأ معك من خبر ورد قبل قليل وهو تسجيلات تظهر شتم بتسلئيل سموتريتش رئيس حزب تيونوت هداتيت لنتنياهو، علما أنه كان من المدافعين عنه ومن المناهضين لمحاكمته. ما الذي يجري؟ كان وما زال وسيبقى، يعني كل ما يجري الآن من تصريحات حول هذا الموضوع ليس أكثر من زوبعة في فنجان. يعني نتنياهو إذا إسا بسب إم سارة وأبو سارة وبسب إم نتنياهو وأبو نتنياهو، نتنياهو سيظل يضمه إلى صدره، لأن نتنياهو يدرك أن إمكانية وصوله إلى 61 تمر عن طريق سموتريتش وبن غفير، بغض النظر حتى هو لا يحاول أن يمنعه من امتصاص المقاعد من الليكود حتى الآن. ما سيجري في الأسبوع القريب لا يوجد أي أهمية حقيقية لهذه التصريحات، باستثناء أنها تكشف الحقيقة أن سموتريتش إنسان كذاب كل الوقت، وهذا الأمر ليس بجديد. يعني أعلن كان عندما كان طالبا للحقوق كان بنفس الوقت يعلن للجيش أنه يتعلم في مدرسة دينية، وهنالك الكثير من الأمور الأخرى يعني لا أهمية لهذا الأمر. المعركة هذا كيف قلنا زوبعة في فنجان في داخل معسكر اليمين، سوف يقف متماسك بغض النظر اليوم معسكر اليمين، وهذا ما يميز هذه الانتخابات، يقف بالصف واحد منتظم وراء بنيامين نتنياهو ويعطي لنتنياهو الفرصة الوصول إلى 61. طبيعي إذا ما وصلش ل 61 وهذا الأمر سنتحدث عنه بعد الانتخابات، عندها
اللعبة ستفتح من جديد. نعم. طيب سيد رانبار، نتنياهو اليوم قال إنه مستعد لإعطاء بن غفير منصب وزير في حال شكل نتنياهو الحكومة القادمة، ما مناسبة هكذا تصريح علما أن نتنياهو رفض الفكرة في وقت سابق؟ سؤال ممتاز. الذي يحدث هو أن نتنياهو يغمز إلى اليمين لكنه يتوجه دائما إلى اليسار، فعلى ذلك مع أهود باراك ومع تسيبي ليفني ومع يائير لابيد، وهذا ما يخشاه اليمين، خاصة أن في الأيام الأخيرة امتنع نتنياهو أن يظهر بصورة واحدة مع بن غفير. لذلك أراد نتنياهو هذه الرسالة ليقول أنه سينتج حكومة يمين. لا أعرف إن كان بالفعل هذا سيتم. أعرف أن بنيامين نتنياهو كان محرج، وإذا ما طلبت مني أن أقامر سأقامر على أن بنيامين نتنياهو سيحاول ضم الوسط يسار إلى ائتلافه. هو حتى الآن يعرف أن المعسكر الآخر يقطعه، لكن أليست واحدة من الأسباب الأخرى أنه يريد أن يضمن أن يحصل على أصوات داعمي بن غفير، وكأنه يقول بدلا من أن تصوتوا له صوتوا لي وسوف أعطي بن غفير حقيبة وزارية. ربما، ولكن أعتقد أن صحيح رغم وجود توتر بين حزب الصهيونية المتدينة وبين الليكود، السؤال هل سينجح نتنياهو أن يعيد أصوات الليكود تسربت إلى بن غفير؟ لا أعتقد أن نحن نتحدث عن أكثر من مقعد أو اثنين، لذلك لا أعتقد أن هذا سيحدث. فرضية أخرى ينساها كثر هو أنه ربما بعد الانتخابات هذه الكتلة يمكن أن تنقسم، لأن الصهيونية المتدينة تتشكل حتى الآن من أكثر من حزب، وربما في نهاية المطاف يقول بن غفير أنه سيأخذ سموتريش ويبقي بن غفير خارج الائتلاف. هذه فرضية، والسؤال هل سيحصل نتنياهو على 61 أم لا. أعتقد أن الفرضية الأوفر حظا هو أن يش عتيد وميريتس وغانس يرفضون الجلوس مع نتنياهو. فرصة نتنياهو لتشكيل الحكومة هو نتنياهو مع المتدينين مع بن غفير. نعم. طيب سيد يريف، أيضا من بين السيناريوهات المطروحة هنا ما حذر منه جدعون سعر اليوم وغيره عندما قالوا إن حصول معسكر نتنياهو بن غفير على 61 مقعد يعني دمار إسرائيل، ما رأيك؟ أعتقد أنهم لم يبالغوا في هذا. الديمقراطية الإسرائيلية موجودة في خطر كبير في هذه الانتخابات، حينما قام نتنياهو بالربط بين بن غفير وسموتريتش ولم يفكر أن الاثنين سيصلان إلى عدد مقاعد يتراوح بين 12 إلى 14، وحتى نتنياهو لا يعرف كيف يواجه هذه القوة المتطرفة الكبيرة. لذلك هو في مأزق من ناحية، ولا يريد إلقاط أصوات مع بن غفير لأنه يريد الاستفادة من أصوات اليمين المعتدل، ومن ناحية ثانية ويعرف أنه يفقد الأصوات، لذلك يصرح أنه سيكون جزء من الحكومة. نتنياهو أنشأ هنا أمر لا يعرف كيف يواجهه، وإذا ما كان نتنياهو متعلقا ببن غفير وسموتريتش ومستقبله السياسي والشخصي والقانوني سيكون مرتبط بهم، يمكن لهؤلاء أن يطلبوا كل ما أرادوا فيما يتعلق بالعرب في إسرائيل في مجال حقوق الإنسان، تدمير الجهاز القضائي والملف الفلسطيني. يجب على نتنياهو أن يعطيهم كل ما يريدون، وهذه ستكون أزمة في الديمقراطية الإسرائيلية. تفضل سيد شكيب، تفضل. يعني مع احترامي لزميلي المحترمين، في واقع يجب أن يفهمه المشاهد، كل معسكر المركز واليسار بما في ذلك جانس، جانس عندما أبرم اتفاقية مع جدعون سعر التزم لجدعون سعر بعدم الذهاب لأي حكومة فيها نتنياهو. نتنياهو الفرصة الوحيدة التي تقع على الطاولة أمام بنيامين نتنياهو هي الوصول إلى 61 مقعد مع بن غفير وسموتريتش. كل هاي خزعبلات، إذا بكلش 61 فشل نتنياهو حكومي، وغانس يبني يعني شو الصراع الموجود في المركز واليسار. غانس لا يعطي دعم ليائير لابيد لكي يترك لنفسه الفرصة أنه هو من خلال قوة باليمين يصل إلى رئاسة الحكومة. كمان هاي حلم يحلمه غانس، وهو
يضر بمصلحة المركز والإنصاري. لكن سيد شكيب لو أكثر من ذلك، غانتس يقول أنه لن يجلس مع الأحزاب العربية. غانتس يحاول أن يطوق لبيد ويقول أنه إذا ما فاز لبيد وسيتمتع ب 61 مقعد، أنا لن أكون المقعد ال 61، أنا سأطالب بجلب أجيال سيد شكيب. جملة واحدة لو سمحت. هو صعب ما نحاول نطلع أراد الجلوس مع العرب لولا هندل وهاوزر. طيب أخونا في الداعي. طيب هذا صحيح، لكن السيد شكيب أريد تعقيب سريع قبل أن أنتقل لموضوع بن غفير، لكن لنبسط الموضوع للمشاهد وبعيدا عن الأرقام والمعسكرات اللي نتحدث عن شخصية كانت منبوذة أصبحت حديثا الآن وأصبحت القوة الثالثة في إسرائيل، على ما يدل هذا؟ هذا يدل أنه نتنياهو يسخر كل شيء من أجل الوصول ل 61، هاي الحقيقة. نتنياهو بهمش مع مين إسا الصبح حتى لو أنه بيقنع أنه أيالة شاكيد في لها أمل أنها توصل، لكان قد دعم أيالة شاكيد كما أعطى فرصة لبن غفير، وأيضا ينم ربما عن نبض الشارع الإسرائيلي. طب سيد رمبار، أريد أن أسألك بقضية أخرى. لبيد في وقت سابق اليوم قال أنه يتخوف من أن يشكك الليكود في نتائج الانتخابات القادمة، وسبق أن قدم طعون قبل هذه الانتخابات إلى ما يستند في إدعاءاته هذه. أنا أعتقد أن هذا ليس جديا. أنا أريد أن أقول أن أهود باراك قال أن إذا ما نتنياهو فاز فسيخرج الملايين إلى الشوارع. أنا أريد أن أعقب على ما قيل هنا، بن غفير لا يقف على رأس القائمة. بن غفير حاول المشاركة المنافسة بشكل مستقل ولم يتجاوز نسبة الحزم. صحيح أنه يحظى بتأييد أكبر الآن، هذا هو يحصل على ذلك بسبب التطرف في الطرفين، ولكن بن غفير في الماضي فشل في منافسته. ولكن مفاجأة أننا نتحدث عن بن غفير ولا نتحدث عن الأحزاب العربية وخطورته. أنا أقارن تطرف بن غفير بتطرف ميرت، لأن من وجهة نظري الأحزاب العربية لا يجب أن تشارك في الانتخابات. سوف أكمل، سوف أسألك هذا السؤال، هذه نقطة مهمة جدا، سوف أسألك لماذا تعتقد بهذا الشكل. لكن قبل ذلك قلت أن هذا الأمر غير واقعي حول التشكيك في الانتخابات، لكن سبق وأن قدموا طعون ضد هذه الانتخابات. نسمع ما يقال سواء من دافيد أمسالم وغيره، التشكيك المستمر في النظام القضائي وغيره. هناك تخوف من موجة شبيهة بالموجة الشعبوية التي رأيناها في الولايات المتحدة أن تحدث في إسرائيل. لأسفي المعسكر الذي أنا أميل إليه، معسكر اليمين، لا يتحدث بالشكل اليميني المحافظ، هو يتحدث بشعارات، وهذا مزعج لأن هذا لا يخدم الحوار. أنا لا أقبل ما قاله دودي أمسالم، لكن ما الذي سيفعله؟ ما الأدوات التي سيخدمون؟ هل سيتظاهرون في الشارع؟ الطرف الآخر يستطيع أن يتظاهر. أنا لا أراهم يهاجمون مبنى الكنيست كما حصل في الكابيتول في الكونغرس، وأنا قلق من ما يقوم به الطرف الآخر الذي يسعى لمعارضة نتنياهو ويسعون لتغيير قانون أساس متعلق بهوية الشخص الذي يمكن أن ينتخب أو لا، حزب يقول أنه يريد منع الانتخابات. هذه أمور أكثر تهدد الديمقراطية، وكنت أتمنى أن أسمع نقدا من المعسكر الآخر كما أنا أنتقد أمثال من الليكود، أن نسمع أصوات تقول لليسار لا يجب تغيير قوانين الأساس بهذه السهولة. لا أعتقد أن سيد ياريف يشاركك الرأي حول حزب ميرتس وحول عدم مشاركة الأحزاب العربية. ما رأيك سيد ياريف حول ما قاله؟ بالتأكيد من يقول أن الأحزاب العربية لا يمكن لها أن تشارك في الانتخابات يجب أن يسأل نفسه هل هو مع أو ضد الديمقراطية. والقانون يقول أن كل الأحزاب يجب أن تدعم إسرائيل كدولة يهودية وديمقراطية. كل الأحزاب التي تؤيد بقاء إسرائيل في الضفة الغربية لا تؤيد، بمعنى ذلك أن تكون إسرائيل ديمقراطية. هناك أحزاب لا تمنح النساء
النساء فكرة الترشح في الأحزاب العربية توجد نساء. سموتريتش يقول أنه يريد فرض قوانين الشريعة ولا علاقة بين قوانين الشريعة وبين الديمقراطية. من يقول أن الأحزاب العربية لا يجب أن تشارك في الانتخابات لا يمكن أن نتحدث عن الديمقراطية. في نهاية المطاف هذه الانتخابات هي ليس على نتنياهو معه أو ضده، هي على الديمقراطية. لذلك في هذه الانتخابات الجمهور القلق على مصير الديمقراطية، وهناك أنصار يمين لا يؤيدون نتنياهو وقلقون على الديمقراطية، يجب أن يصوتوا للجم محاولات نتنياهو وتحالفه، تحالف اليمين المتطرف مع نتنياهو المتهم بالفساد. هذا التحالف يسعى أو يمكن له أن يدمر الديمقراطية. نحن رأينا هجمات الليكود على رئيس لجنة الانتخابات القاضي عميد فيما يتعلق بالقناة 14 اليمينية. سمعنا إلى عميخاي شيكلي النائب عن الليكود يقول بصوته أنه إذا ما كانت النتائج متقاربة فأنا لا أثق برئيس لجنة الانتخابات القاضي عميد، بما معنى أن نرى محاولات من اليمين ومن نتنياهو للتشكيك بنتائج الانتخابات إذا ما لم ترق لهم هذه النتائج، وسيسعون لإشعال الميدان بدعوى أن الخسارة هي كاذبة. أريد سيد شكيب أن أتطرق إلى الأحزاب العربية بالنهاية، دخولها أو خروجها أو دخول بعضها قد يؤثر على تشكيل الحكومة القادمة، يستعر الانتقاد المتبادل والاتهامات المتبادلة بين التجمع الوطني الديمقراطي والجبهة العربية للتغيير. برأيك ما الذي سوف يحصل؟ هل سيمر التجمع نسبة الحسم؟ خلينا نقول قبل الجواب على سؤالك في ثلاث ملاحظات لابد منها. الملاحظة الأولى زميلنا هون، فيش إشي اسمه نهج دبيد أم سالم. في ورقة تطلع كل يوم أوامر لدبيد أم سالم وغيره من بيبي كيف عليهم التحدث، نقطة. الملاحظة الثانية، مؤسسي دولة إسرائيل أدركوا جيدا أنه لا يمكن أن تكون كنيسة بدون تمثيل للعرب. الملاحظة الثالثة وهي ردا على سؤالك، هي الموضوع قضية العرب هذه المرة هي أكثر قضية واقعة الآن. كل زيادة في نسبة تصويت العرب هي إبعاد نتنياهو عن الإمكانية للوصول إلى 61. يعني النجاح أو عدم نجاح العرب، خروج أو عدم خروج العرب للتصويت، هو الذي سيشكل الحسم في هذه المعركة الانتخابية. ليس صدفة يحاول نتنياهو أن يغفي هذه الأصوات، ويحاول لبيد والمركز واليسار الإسرائيلي تفييقها. الموضوع موضوع نسبة التصويت في داخل الوسط العربي. إذا وصلنا كل صوت فوق 50% معناته فيش 61 مقعد لبنيامين نتنياهو. كل صوت تحت 50% يعطي لنتنياهو الفرصة للوصول إلى 61، وهذا تحليل للواقع. قضية اجتياز أو عدم اجتياز التجمع أو اجتياز في القائمة العربية الموحدة برئاسة منصور عباس، على ما يبدو لا توجد لديها أي مشكلة وستجتاز نسبة الحسم، وهذا أمر قد يعود، ذكر هذه الجملة، في المستقبل إلى إمكانية عودة التناغم أو الحب المتستر بين منصور عباس ونتنياهو عن طريق ناتان إيشل وغيره. هذا خطر موجود، ولا مش خطر، أي إمكانية موجودة، احتمال وارد، احتمال وارد. الإمكانية الثانية هي موضوع اجتياز أو عدم اجتياز الجبهة والتجمع، كلاهما يرتوي أو يرتشف من نفس البئر، وهنالك خطر إنه استمرار وجود التجمع على الساحة قد يؤدي إلى عدم اجتياز الجبهة والعربية التغيير لنسبة الحسم، وعندها أكيد نتنياهو مع 61. أي حزب من أحزاب المركز واليسار
لا يتجاوز نسبة الحسم بما في ذلك الأحزاب العربية قد يؤدي إلى نجاح نتنياهو. وهذا الأمر أيضا يتعلق في حتى إذا التجمع لم يجتاز نسبة الحسم الأصوات التي سيحرقها ستصب في صالح نتنياهو. صحيح. طيب سيد رانبار، من النقاشات والأسئلة التي تطرح حاليا هو أو تتمحور حول مستقبل أيالة شكيد زعيمة حزب يمينة. الآن الأخبار تقول إنها قد تقرر في القريب العاجل مصيرها، ربما سوف تنسحب تجنبا لحرق أصوات يمين. ما الذي سوف يحدث برأيك؟ هذا صحيح، إذا ما قررت أن لا تنافس فهذا يعني أن الأصوات إما أصوات أنصارها إما ستبقى في البيت إما ستذهب إلى اليمين. أو بالنسبة للمواطنين العرب في عالم متكامل لا يجب أن تكون حزب عربي، لأن العرب يجب أن يصوت لكل الأحزاب، هم مصوتون مثلي، يصوتون لحزب العمل أو لليكود، لذلك لا يجب أن تكون هناك أحزاب عربية، يجب أن يصوت العرب كل الأحزاب. ولكن بما أننا لسنا في عالم متكامل كنت أريد أن أرى حزبا عربي يقول أنني أريد أن أساعد المواطنين العرب بتعليم أفضل وثقافة أفضل. للأسف هذا لا يحدث. أعتقد أن الأحزاب العربية اليوم في إسرائيل لا تساعد المجتمع العربي، يمكن أن نرى الإجرام في المجتمع العربي يتنامى، وما تقوم بها الأحزاب هي دعم العرب الذين يعيشون في الضفة الغربية وفي قطاع غزة. بالإضافة أعضاء الكنيسة الموجودون اليوم في الأحزاب العربية هم بموجب القانون من وجهة نظري يتعارضون مع القانون، لذلك في كل مرة يتم طرح مسألة مشاركتهم في القانون. أنا مع مشاركة العرب في المجتمع الإسرائيلي وأعتقد أنهم متساوون إليه. أنا لا ألغي إنسان بسبب هويته ولكن بسبب مواطنته، ويمكن أن يكون عرب في حزب العمل وفي حزب الليكود، ولكن إن لم يحدث هذا ليكون أعضاء كنيسة يقولون أريد تطوير المجتمع العربي، لا يحاربون دولة إسرائيل ولا يعملون مع من يحارب دولة إسرائيل ويسعون لاقتصاد أفضل وتعليم أفضل. لكن سيد ران، أما تفضلت به ألا تراه في القائمة العربية الموحدة؟ ألم تنادي بهذا ولم تثني عليها الحكومة الحالية أو الائتلاف الحالي؟ أنا أعتقد أنه يوجد فرق بين القائمة العربية الموحدة وبين التجمع، ولكن القائمة العربية الموحدة هي فرع للإخوان المسلمين وهي لا تقوم بما يجب أن تقوم به لصالح المجتمع العربي. حصلوا على ميزانيات، هل رأينا انخفاض للعنف؟ هل رأينا أقل إجرام؟ أعتقد أنهم لم يقومون بذلك، وأعتقد أن إسرائيل كدولة تخسر والمواطنون العرب يخسرون، وهذا لا يسمى في أي شيء. سيد ريف يريف، سؤال سريع، لا أريد الحديث أن يكون عام وإنما حول التصريحات اليوم. عندما أشاهد دعايات الانتخابية وعندما أستمع لتصريحات لابيد اليوم جميعهم متخوفون من هذا السيناريو القوي أن تكون هناك حكومة نتنياهو بن غفير. ما الذي يستطيع هؤلاء الائتلاف الحالي وخصوم معسكر نتنياهو بن غفير العمل به أو عمله لتجنب هذا السيناريو؟ لجوش الشينوي يش هذا المعسكر لديه وظيفتان، ميرتس وحزب العمل والأحزاب العربية يجب أن يتجاوزوا ويجتازوا نسبة الحسم. إذا ما سقطت إحدى هذه الأحزاب كل معسكر التغيير سيسقط، فعلى من يصوت للعمل ولميرتس والعرب أن يصوتوا، ويجب أن ترتفع نسبة التصويت للقائمة العربية الموحدة وللجبهة، يجب أن ترتفع لأن هذا سيؤثر على مصير الانتخابات. وهناك حزب بيني غانس لديه الوظيفة بأن يسعى حتى اليوم الأخير أن يجلب أصوات من اليمين، ولكنهم يؤيدون الديمقراطية ويعارضون نتنياهو. هناك كثر وحزب غانس الذي يوجد فيه يمينيين كسعر وإلكين أن يشجع اليمين أن يصوت لهذا المعسكر، وأن سننشئ حكومة واسعة تمثل قيمهم. هذا ما يجب أن نقوم به. المسؤولية هي على مصوتي الأحزاب الصغيرة العمل وميرتس والجبهة والقائمة الموحدة، وقدرة غانتس أن يجلب مزيد من أصوات اليمين لنصل إلى حالة التعادل أو نتفوق بمقعد. نعم سيد شكيب، لديك تعقيب؟
تعقيب بسيط، أيلت شاكيت أنا لو أني مستشار ليائير لبيد إسا بأخذ أيلت شاكيت بعطيها التزام إن أنت وزيري حتى إذا أنت لم تجتاز نسبة الحسم لكي تحقق له أصوات من اليمين التي يعجز غانتس وساعر وإلكن أن يأتوا بها من اليمين. نعم طيب أشكرك، أو ربما لدينا المزيد، لدينا دقيقة. نعم سيد ران، إن كان لديك تعقيب سريع بجملة. شكرا لكم بالصلاحة، نتمنى النجاح هنيئا لنا أن نعيش في دولة ديمقراطية. أشكرك سيد ران بار يشافات المحلل السياسي والخبير في القانون، وشكر أيضا موصول لسيد شكيب شنان خبير الشأن الإسرائيلي، وأشكر أيضا السيد يريب أوبنهايمر الرئيس الأسبق لمنظمة السلام الآن والعضو في حزب ميرتس، وشكر موصول لكم أيضا مشاهدين. وبهذا نصل إلى ختام نشرة هذا المساء، تفضلوا بالبقاء معنا لمتابعة المناظرة اليومية بعد قليل، في أمان الله.